السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير اش اخباركم اش كتعاودوا اليوم ان شاء الله فيديو جديد او روتين جديد وفطير ان شاء الله جديد فغنبداو ان شاء الله باول حاجه غنشوفو معكم واحد الكيك رولي اللي كيكون اقتصادي كيف ما كتشوفو وكل وحده تقدر تصايبو بابسط المقادير فانا كيف ما شتوو غادي نحتاج ربعه ديال البيضات خديت الدرّاب يعني ضروري في الوصفه غير الدرّاب البنات وزدت هنايا دوك ربعه د البيضات زدتهم واحد ساشي ديال الفاني وزدتهم كاس وربع ديال سنيده بقياس بالجرام تعطيكم 200 غرام يعني كاس وربع ديال سنيده صافي غادي نحاول اين نضربهم مزيان كيف ما كتشوفوا في هذاك الخلاط المهم كتضربوا داك البيض ديالكم على اعلى سرعه باش هكا البيض ديالكم كي يتخلط مزيان وكيتضاعف الحجم ديالو ممكن تخدموا عندكم غير لما ما عندكمش الدراب ديال العجله خدموا غير بالدراب يعني بالفويل ديال ديال اليد ديال الطو آه صافي بالنسبه لبنات الدقيق كيفما شفتوا غادي نزيد واحد جوج كيسان ديال الدقيق بقياس كاس العنبه وضروري انكم في هذه هاد المرحله هذه انكم آه تغربلوا الدقيق ديالكم مزيان آه هي في الاصل يعني في الجينواز اللي كتصوب بها هذا الكيك رولي هي كتكون ملي كتجيو ديرو الدقيق فهاد المرحله ديال الدقيق يعني خصكم تخلطوا غير بيدكم وتبقىو بحال هكا كتخلطوا من من التحت للفوق باش هكا كي كيبقى البيض محافظ على داك الحجم ديالو هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما تضرب داك الخليط مزيان غادي نبدا كنزيد ليه في الطحين وانا راه نقصت الى شفتوا البنات في العجانه يعني نقصت درت السرعه الاولى باش هكا غير كيتخلط لي كي داك الدقيق وكيدخل في داك البيض وكيبقى محافظ كما قلت لكم على الحجم ديالو باش كتجينا لاجينواز ديالنا رطبه هنا يعني كيف ما كتشوفوا صافي ملي كملت ديك جوج كيسان ديال الدقيق خديت واحد الطاوه هاد الطاول البنات راه كتكون هي خاصه بالجينواز المهم انا غير شاركتها معكم وانتم كديروا اي طاوه متوفره عندكم كديروها صافي فرشت لها واحد البابي كويسون ضروري ضروري انكم تفرشوا ليها ورق الطبخ صافي وغادي نخوي داك الخليط كيف ما شفتوا راه تيكون شويه تيكون ثقيل غادي نخويه وغادي نسرحو مزيان على ديك الطاوه نحاول انني نسرحو في الاطراف باش ما يجونيش الاطراف كارمين صافي أه وغادي ندخل هاد الجينواز ديالي الفران والفران عندي البنات سخون ضروري ضروري ان الجينواز كتبغي الفران يكون سخون الفران ديال ديال الغاز وانا البنات شعلت ليه من الفوق ومن التحت صافي وحط الطاوه في الوسط وخليته تقريبا واحد من 8 حتى ل 10 ديال الدقيقه يعني الماكسيموم ما مكت كتجهدوش ليها وما كتخليوهاش كثر باش ما كتهرش ليكم وكتجي مفرتته يعني ضروري انكم ما تفوتوش ليها هذا الطياب هذا ما بين 10 8 حتى ل ديال الدقائق هنا البنات خديت كريم شونتي انا كناخذ البنات ديال العبار وغادي نديرها هنا كما تشوفوا في العجانه وغادي نبدا نخلط فيها وغادي نبدا كنزيد في الحليب ممكن تزيدوا لاموز ممكن غير هاد الشونتي هادي ممكن تزيدوها واحد المعلقه ديال الكاكاو ولا جوج باش كتنسموها المهم نتوما كيبقى لكم على حسب الذوق هانتوما البنات هنا صافي ملي ملي طلعات الكريمه ديالي هانتوما يعني ما كتبقاش هانتوما كتبقى لاصقه في هذيك العجانه كما تتشوفوا هذا دليل على انها ناجحه وهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجت هذيك لاجينواز من الفران ها نتوما كديروا غير واحد الميس وكتشوفوا الا خرج ناشف صافي عرفوا جينواز ديالكم راها واجده بلا ما تستناو عليها لا تحمر لا والو لان هي ما كتجيش محمره بحال الكيك غير كتجي بحال هكا تكون اللون ديالها بحال هكا وراه كتكون طايبه ورطبه كيف ما شفتوا خديت واحد البابي كويسون درتو في التحت وغادي ناخذ واحد اخر كيف ما شفتوا وغادي نحيد عليها هذاك اللي طاف فيها يعني وهي مازال سخونه كيف ما كتشوفوا وكنبدا كرولي فيها بحال هكا كنعطيها داك الحجم ديال كيك رولي بحال هكا يعني وهي كما قلت لكم هذه المرحله هذه كديروها وهي مازال سخونه هنا كنحاول انني نقادها كيف ما كتشوفوا وغادي نجمعها في داك البابي كويسون على هذه الطريقه هذه وغادي نجمعها حتى من الجنب وغادي نخليها يعني غادي نحطها نخليها حتى كتبرد واحد الساعة ولا ساعتين هنا غادي ندوز باش غنصوب واحد الشكلاط باش نزينو هاد الكيك رولي ديالنا المهم كيبقى اختياري انا غنشارك معكم هاد الطريقة هادي انا خديت البنات الشكلاط كيف ما كتشوفو الشكلاط يكون النوعية اللي كنستعملو راها باينة ديال كالا وغادي دوبتو درتو هنا في واحد البلاستيكة وغادي ندير ليه على الطريقه هذه المدلك وغندخلها للفريكو حتى كيشد فراسو داك الشكلاط وهنا كما كتشوفوا خرجتو اما غادي تبقاو تفكوه على شكل طولي كيف ما شفتوا وتزينوا به على شكل طولي واما غادي تهرسوه كيف ما درت لي انا يعني كيجي داك الشكل ديالو بحال موج صافي وغادي نهرسو بحال هكا وغنحتفظ به على ما ندوز نكمل هذا أه لا ديالنا هنا كما تشوفون بعد ما دازت تقريبا واحد ساعتين يعني حتى بردات ديك الكيكه وديك لاجينواز وخدات داك الفورما ديال هذاك كيك رولي هنا كما كتشوفوا غادي نحلها على هذا الشكل هذا وغادي ندير هذيك الكريم شونتيي كما قلت لكم ممكن انكم تزيدوها واحد المعلقه ولا جوج ديال الكاكاو باش كتجي فيها داك لوغو ديال الشكلاط انا حطفت بال البنات غير هكاك وغاندير غير واحد الرشيشه ديال شي اللي لي دقدق ليا بزاف من داك الشكلاط هو اللي غادي نديرو هذه غير مرحله اولا خطوه اختياريه وغادي نزيد فيرميسيل ملون حتى هو ممكن تزيدوا اللوز كركاع اي حاجه عندكم ممكن تزيدوها في الطبقه هذه صافي وغادي نرولي الكيكه ديالي على هذا الشكل هذا الا بغيتو تقدروا تقسموا لي هذوك الجنيبات الا جاوكم يعني ديفورمين كت كتقطعوهم صافي وغداكشي اللي بقى ليا ديال الكريمه غادي ندهنو على الوجه ديال الكيكه ديالي كيفما ما كتشوفوا بغيتو تحتفظوا باغي بحال هكا بغيتو ديروا لها خطوط كيف ما انا غنوريكم هنا انا درت واحد الخطوط بالفرشه غير باش نوريكم وديروا لها واحد رشيشة ديال الكاكاو من الفوق انا اختاريت انني نديرها بالشوكولاط كيف ما شفتوا صافي البنات غادي نزينها بدوك القطع ديال الشكلاط هانتوما البنات كما قلت انا بغيتو تحتفظوا باغي بحال هكا راه كتجي زوينه وديروا لها واحد ديروا شويه الكاكاو فشي صفاي وتدوزوا عليها كامل دردروا على داك الكاكاو راه كتجي بحال هكاك زوينه صافي هانتوما انا غادي ناخذ دوك القطع ديال الشكلاط وغادي نستف عليها يعني عشوائيا هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا يعني بشكل عشوائي وغادي نزينها بواحد الحبات ديال الفرامبواز هانتوما غتشوفوا صافي وكتجي البنات هاد الكيك رولي يعني من اسهل يعني سهل منها ما كاينش كتبقى واحد الطريقه اللي ساهله وكلشي ممكن انه يديرها كتجي كما قلت لكم زوينه لا لا الموائد الافطار ولا حتى في الايام العاديه ممكن انكم ديروها وغادي ندوز باش غنصاوب معكم البنات هنايا أه واحد المسيمنات معمرين بالزعتر وبالفرماج كيجو كي واعرين يعني البنات كيجو كي زوينين يعني انا هاد الكميه درتها هاد معكم يعني تكلات ليا في الفطور ما شاط منها حتى شي حاجه درت ست ديال القمح ودرت جوج ليف ديال الفرس وهنا شويه ديال الملحه وغادي ندير واحد رويس معلقه ديال الخميره لان غنعجنوها غير بالماء بارد يعني ما غنديروش ما ما حاجتناش بهذا المسمن يكون خامر ولا شي حاجه يعني مسمن عادي غنعجنوه بالماء بارد انا درت واحد المعلقه كبيره ديال السكر فكما قلت لكم البنات ديك المعلقه ديال الخميره غير باش كتجيبوا لنا هشيش وصافي هنا يعني من بعد ما عجنت ديك العجينه راه درتها في هذا السلوفان وخليتها تقريبا شي ساعه ديال المكانه حتى ها كيما كما كتشوفوا راه واخا تعجنوها غير بيدكم غير تجمعوها بيدكم بلا ما تدلكوها ما والو ديروها في بلاستيكه وتسدوا عليها وتخليوها راه كدلك راسها راسها هاد الطريقه راه ديما كنشاركها معكم صافي هنا غادي ناخذ شويه ديال الزيت وغادي نبدا كنقسم على حساب أه على حسب الحجم ديال المليويات اللي اللي بغيتو كما قلت لكم حنا غنديروهم على شكل ملوي بغيتو ديروهم على شكل مسمن عادي غادي ديروهم على شكل مسمن آه هاد الطريقه البنات اللي غنشارك معكم في هاد الملوي ما كتخليش داك الحشو يخرج نهائيا يعني, كيجيو المليويات معمرين وما تيجيش فيهم حتى شي حاجه خارجه يعني كيجيو زوينين يعني في النظر ديالهم فاول حاجه كما تشوفوا قلت لكم غادي نقسم داك الكريات اللي عندي وغنشكلهم وهنايا خليتهم كيرتاحوا دزت باش غادي نصاوب واحد الفلون آه درت في لون عادي ما درت حتى شي حاجه يعني ديك التحليات اللي كنصايبو في الدار آه مره مره كنبدل ما كناخذ غير فلون الا ما تقديت خديت هكا واحد المجموعه ديال هاد لي فلون هادو صافي وكنبقى مره مره كنديرهم الا ما بغيتش ندير شي تحليه كندير غير هاد الفلون العادي كنخلطو في نصيطر ديال الحليب هاد النوعيه دي ما كتكونش فيها ك... يعني كيكون فيها السكر ما كندير فيها لا سكر لا والو صافي ودخلوا الثلاجه يبرد عاد غادي نرجع للمسيمنات ديالي باش غادي نكمل نبدا لهم اول يعني اول طريقه هي غادي نطلق بحال هكا كيف ما كتشوفوا ديك المسمنه مزيان وغادي ندهن بالزبده انا عندي تما البنات الزبده انا ما كندوبش هاد الماركارين اللي عندي لان كما قلت لكم الا مشيت حتى دوبتها كتطلق ليا الماء داكشي باش كنخدم بها بوماد صافي هنا هي غادي نطلق ديك العجينه نتوما البنات مزيان حتى كترقاق كندهن بالزبده وكنشكلها على شكل مربع عادي شفتوا يعني على شكل مربع عاد غادي ندوز للمرحله الثانيه هنا خديت الزيتون خديت الفرماج حمر أه أه رابيتو وخديت الزعتر وهنا غناخذ واحد جوج معالق ديال السميده أه السميده اللي كنصيبو بها البغرير اولا كنورقو بها حتى المسمن كنزيدو باش هكا كيجيني داك الحشو مورق تا هو ومفروز هنا كناخذ داك المسمنه كيف ما شفتو وكنطلق غير واحد شويه غير كنربعها شويه وكندير فيها واحد الكميه ديال داك الحشو صافي وكنجمعها باش تعطيني داك الشكل يعني باش ملي نجيو نطيبوها كتجينا ملويه مورقه من الداخل في الطريقه هذه راه هي اللي كتجيب لينا الملوي ديالنا مورق بالنسبه لبنات الحشو راه كيبقى كما قلت لكم دائما اختياري انا كان عندي متوفر عندي غير فرماج حمر ما كانش عندي لا موتزاريلا لا, لا تجوب ندير مثلثات كان ساليه يعني نأخذ واحد الحجم اللي كبير مازال غنشاركو معكم داكشي علاش ما بقيتش خديتو عند واحد السيده صافي و قديت غير بهذا المرسو خديت واحد المرسو ديال الفرماج حمر وربيته في ديك الحكاكه الغليظه صافي و... وغادي نديرو ممكن ديروا فرماج مثلث حتى هو البنات راه كيجي زوين وكيجي دايب وزويل انا هاد الفرماج هذا دا داب ولكن بقى عاطي داك داك المذاق ديال الفرماج هنا غادي ندوز للطياب غادي كيما شفتوا البنات ما تلقوش المليويات ديالكم بزاف يعني غير كت شويه ها نتوما المهم راه كلشي موضح لكم في الصوره وغادي نبدا كنطيب هنا كما تشوفوا غادي نبدا نطيب ثلاثه بثلاثه دغيا كيتحمروا البنات دغيا كياخذوا داك اللوين غزال وزوين ها نتوما كيف ما كتشوفوا شوفوا على اللوين كيجي فيهم تيجوا محمرين وكيجيوا فنين هنا غادي ندوز عاوتاني نطيب ثلاثه اخرين حتى هما بنفس الطريقه المهم راه دغيا دغيا طيبتهم المقله ملي كتكون البنات كبيره راه كتزربيكم في الطياب هانتوما ومن بعد ما كملت ها هذا هما المليويات ديالنا شفتوا كيفاش جا وما كيخرجش داك الحشو واخا كيبان لكم داك الزيتون راه ما كيخرجش نهائيا داك الحشو هيلان أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار بصار مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال صفا البنات كتبقى هذه الطبيله ديالنا كيف ما كتكون من هذاك الملوي اللي عمرناه بالزيتون وب هذا آه بالفرماج التركي الطر رائع كيجي زوين انا نقسم لكم حيده باش تشوفوا كيفاش كيجي ها البنات قسمت معكم احيده باش تشوفوا كيفاش كيجي مورق شوفوا البنات شحال كيجي مورق وبالنسبه للكميه ديال الحشوه نتوما كتحكموا فيها شحال ما بغيتو ديال الحشوه راه كديروها نتوما البنات كما تشوفوا شوفوا شحال كيجي مورق وزوين وبنين كما قلت لكم انتوما كيجي محمر كيجي البنات فعلا زوين وكيجي بنين هانتوما البنات كيجي فيه داك الفرماج راه تيدوب هانتوما وهنايا هذاك الحوت ما شاركتش معاكم حوت عادي كيف ما كلشي كيعرف يدير الحوت درت حوته في الفران بالخضيره وهنا داك الفلون اللي كنت هو شاركت معاكم زينته بشويه ديال الكراميل وهنا البنات هذيك كيك رولي كتجي واعره البنات واقتصاديه انا غادي قطعت لكم واحد المرصو باش تشوفوا البنات كي كتجي ها البنات كتجي زوينه وكتجي نسقيه واخا كاع ما تسقيوها ما والو كما تشوفوها نتوما البنات كتجي زوينه وبالنسبه ل الحشوه راه نتوما كت باش ما بغيتو تعمروها بمكسرات ب... كيما درت لها انا هنا غير هانتوما البنات شو كيفاش كتجي كتجي زوينه وكتجي كيما قلت لكم نسقيه وانتوما كتعمروها باش ما بغيتو وبالنسبه ل لا كريم شانتي بغيتو ديروا لا موس بلا لا كريم شانتي بغيتو ديروا يعني الكونفيتور اي حاجه بغيتو ديروها كديروها وهنا البنات برير ديال اتاي وهنا الحريره الحريره اليوم كاينه الحريره الحمراء كيف ما كتشوفوا أه صافي هذا الشيء اللي كاين البنات هذا هي هذه الطبيله ديالنا هي هذه كيف ما تشوفوا ديال اليوم يعني العاده دائما مع الاقتصادي والبسيط